انه اليهود عندهم علم مستقبلي في التوراة، يعني الله سبحانه وتعالى جعل لهم في التوراة علوم مستقبلية، مش بس اليهود والنصارى أيضا. ونذكر على سبيل المثال يعني الدقة اللي موجودة في العلوم المستقبلية، مثلا ناخذ في الفتح العمري لما جاء عمر بن الخطاب يتسلم مفاتيح بيت المقدس من سفرينيوس اللي كان مسؤول عن القدس في ذلك الوقت وهو من النصارى في الفتح العمري أو العهد العمرية اللي تمت بعدها. لما جاء عمر أول شيء جاء عمرو، وهو اللي جاء مع سيدنا عمر في رحلته من الحرمين، من بلاد الحرمين إلى هنا. أول شيء جاء عمرو، وإحنا بنعرف عمرو وعمر في اللغة يعني تقريبا نفس اللفظ، الفرق إنه إحنا بنكتب عمر على 3 أحرف وعمرو تكتب على 4 أحرف في حرف واو زائدة مع أنها لا تلفظ ولكن تكتب حتى نميز عمر عن عمرو. فأولا جاء عمرو حتى يستلم هذه المفاتيح من سفرينوس، فسأله ما اسمك؟ قال له أنا اسمي عمرو. فقال له في كتبنا من سيتسلم مفاتيح بيت المقدس على 3 أحرف وليس على 4 أحرف، وأنت تسمى عمرو على 4 أحرف، فلست المقصود بمن سيتسلم مفاتيح بيت المقدس، ورفض تسليمه إياها. شوف الدقة لفين موجودة، إنه هو كان يعرف اللي راح يتسلم مفاتيح بيت المقدس أحرف اسمه 3 ولا 4، مع أنهم يلفظوا نفس الشيء. فعاد عمرو وجاء سيدنا عمر رضي الله عنه حتى يتسلم هذه المفاتيح، فقام سفرينيوس بإيش؟ بعد الرقع اللي موجودة في ثوبه. فلما سأله عمر ماذا تفعل؟ قال له مكتوب عنا اللي بده يتسلم مفاتيح بيت المقدس أكم من رقعة موجود في ثوبه، وأنا أتأكد إذا أنت اللي راح تتسلم هاي المفاتيح ولا لا. فهذا شو بنقول إخوان؟ بنقول إنه الله سبحانه وتعالى جعل لهم في التوراة والإنجيل علوم مستقبلية دقيقة جدا بيعرفوا منها كل الأحداث. ولما الله سبحانه وتعالى تكلمنا في خصوص آخر الزمان في سورة الإسراء شو قال؟ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين، يعني مكتوب والله سبحانه وتعالى بيعلمنا إنه عندهم في التوراة شو مكتوب تماما متى سيفسدوا وأحوالهم وأوضاعهم، يعني أحداث آخر الزمان كلها مكتوبة عندهم بالتفصيل. فإن أخذنا إنه الأمور العظيمة اللي مكتوبة عندهم في التوراة مذكورة عندهم موضحة، وأخذنا الدقة اللي موجودة في حادثة فتح المقدس على هذه الأمور، شو بنعرف؟ إنهم عارفين بالضبط إيش اللي عملوا بالسير. هلا بنيجي بنسأل السؤال البسيط، طيب لما سبحانه وتعالى أخبرهم بهذه الأمور؟ لما أخبرهم بالأمور المستقبلية؟ كان أبقى هذه الأمور المستقبلية مالها؟ غيبية ما بيعرفوها، ليش الله سبحانه وتعالى أطلعهم عليه؟ بنقول إن الله سبحانه وتعالى يعلم أن في قلوبهم مرض. شو في قلوبهم؟ مرض. هذا المرض من إيش؟ من أنهم لا يؤمنوا بالله عز وجل. وهذا الشيء إخواني إحنا فصلناه بدقة، وقلنا لما الله سبحانه وتعالى سألهم ألست بربكم؟ شو قالوا؟ بلى، ولكن قلنا إنه قالوها كذبا، لا يريدوا أن يعترفوا بالربوبية لله عز وجل، هم لا يعترفوا بالربوبية لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى أطلعهم على أمور غيبية دقيقة دقيقة جدا إن راح تصير. ليش؟ عشان في بقلوبهم مرض، وعشان من هذا المرض هم شو راح يحاولوا؟ راح يحاولوا يمنعوا حدوث أمر مستقبلي ذكروا في ذكره سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى مثلا بقول لهم إنه بيت المقدس ستفتح على يد عمر، شو بدهم يسووا؟ بدهم يمنعوا عمر من فتح بيت المقدس. فإن استطاعوا أن يمنعوا عمر من فتح المقدس شو بقولوا؟ بقولوا هذا ليس بإله، وإحنا كنا صح لما قلنا له بلى كذبا لما كذبنا عليه، لأنه لو كان إله كان اللي حكانا أنه بده يصير ما صار. فالله سبحانه وتعالى يطلعهم على أمور غيبية حتى أنه يظهر لهم عجزهم أنهم ما بيقدروا يغيروه. أعطيكم مثال إخوان، يعني لما الله سبحانه وتعالى يتكلم في القرآن الكريم أن هذا القرآن الكريم
ما في حدا بيقدر يجيب مثله، فأتوا بصورة من مثله، ما حدا بيقدر. وفي بعض الصور مالها بنسميها قصار الصور، يعني مين بيعرف أي 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 صورة أقصر صورة من رفع في القرآن الكريم؟ إنا أعطيناك الكوثر مثلا، يعني من قصار الصور مثلا ناخذ إنا أعطيناك الكوثر، فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، يعني هذه من قصار الصور نطلع عليها. يعني هل علماء اللغة والشعراء والجهابذة اللي كانوا موجودين على زمن سيدنا محمد عاجزين انهم ينظموا بضع كلمات مثل هذه الصورة؟ بنقول في من الشعر يعني المحكم بصورة احنا ما بنقدرش نفهمها، صعب علينا نفهمها مثل ما بنفهم القرآن. فلما تأتي صورة قصيرة بهذا الشكل، طلع في هاي الصورة مثلا الله سبحانه وتعالى شو بيقول؟ إن شانئك هو الأبتر، يعني اللي قال عنك يا محمد إنك أنت ما راح يجيك أولاد وإنك أنت أبتر ونسبك مبطور هو اللي راح ينبتر نسبه. طيب هلا هذا إخواني شو بيقول؟ بيقول إن الله سبحانه وتعالى بيتكلم عن شخص اللي هو ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر إنه سيكون مبتور النسل، مبتور النسل. لو هذا الكلام كان من غير الله عز وجل كان شفنا ايش؟ انه هذا الزلمه ماله خلف وصار فيه له اولاد وبنات. ولكن لانه الله سبحانه وتعالى يعلم حقا ماذا سيحدث واخبرنا انه هذا الانسان سيكون مبتور النسل، ونظرنا هل هذا الانسان جاءه اولاد او بنات، شو بنقول؟ لا، بوتر نسله. فشو منعرف؟ منعرف انه تحقق علم غيبي من هذه الآية. لو قلنا انه في امكانية عند الكفار انهم يلغوا فاعلية هذه الآية، كان جابوا كل اطباء العالم شو سووا حتى انه يجعلوا هذا البني ادم شو يسوي؟ يخلف، حتى انه يخرج القرآن كايش؟ بصورة كاذبة، حتى انهم ينفوا انه هذا القرآن من عند الله عز وجل. ولكن هل استطاعوا؟ ما استطاعوا. طيب نترك هذا المثل، ناخذ مثال ثاني. ناخذ على سبيل المثال لما تكلم سبحانه وتعالى عن ابي لهب، تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. يعني الله سبحانه وتعالى بيحكي لنا انه ابو لهب سيكون من اصحاب النار. شو معناته من اصحاب النار؟ انه لن يؤمن ولن يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. طب وهذا في حال حياته مش في حال مماته. هلا لو كان فعليا ابو لهب نفسه كافر ولا يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، تصبح مصلحته الاولى انه شو يسوي؟ انه يسلم. ليش؟ لانه في اسلامه في هاي الحاله شو بده يعمل؟ سيثبت خطأ القرآن وبالتالي خطأ رسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وجاءت اليهود لأبو لهب وعرض عليه اللي بده إياه، إيش بدك؟ نعطيك ولكن أدخل في الإسلام. ليش؟ حتى أنك تثبت خطأ الرسالة. هل قبل أبو لهب؟ ما قبل، ومات على إيش؟ على الكفر. فهذا يصبح إخواني كأنه الله سبحانه وتعالى يثبت لهم ضعفهم وقلة حيلتهم أمام إيش؟ أمام كلام الله سبحانه وتعالى. عشان هيك إخواني منقول إن العلوم الغيبية بجلها لما وضعت للكفار وبالأخص من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وضعت لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن في قلوبهم مرض وأنهم يريدوا أن يحاربوا الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى وضع لهم كل هذه الأمور اللي بدها تصير، أمور كثيرة، وبقول لك سيحدث كذا ويحدث كذا ويحدث كذا ويحدث كذا. إذا أنت كنت فعليا بتفكر حالك أنك قادر وبتفكر أن الربوبية مش لله عز وجل وبتفكر أن الألوهية مش من الله عز وجل، خلي شغلة من الأمور اللي أنا حكيتها ما تحدث، امنع حدوث أمر من هذه الأمور. فإن فعلت انتصرت.